نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج بيت الحكمة، برنامج الحضارة والثقافة والكتاب. في بيت الحكمة بعد قليل، الكتب الحديثة الإصدار. ضيفنا لهذا الأسبوع في قسم اللوحة سيكون الباحث والكاتب مصطفى أرمغان. أما في قسم الكلاسيكيات فسنتناول كتاب اسمة أوزال، والذي يحمل عنوان والدو لماذا لست هنا. وفي قسم الكليات سنتناول كتب أرهان باموك. أما في قسم الكتاب المفقود فسنتوقف على كتاب آه أيها الأندلس للكاتب إحسان سرية صرمة. لنبدأ معكم برنامج بيت الحكمة. أورهان أردان الذي يعد من أحد عشاق مدينة إسطنبول، قد عمل عدة برامج حول إسطنبول ومضيق البسفور في إذاعة إسطنبول، وقام أيضاً بكتابة العديد من المقالات حول هذا الموضوع في العديد من الصحف والمجلات. وفي عام 1962 قام بتأليف كتاب باسم جزر إسطنبول، فهو يتحدث بشكل عميق عن رمز الجمال والطبيعة الخلابة لمدينة إسطنبول، ألا وهي جزر إسطنبول، باتباع أسلوب موسوعي جميل ليدعو كل من يريد اكتشاف جزر إسطنبول إلى قراءة هذا الكتاب. صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب الحركات الإسلامية في الوطن العربي، وهو عمل موسوعي مؤلف من مجلدين. يمثل هذا الكتاب مرجعاً علمياً يغطي النقص في دراسة الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في الوطن العربي، متتبعاً تاريخ وظروف نشأتها ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية، راصداً التحولات والتطورات التي طرأت على بنية المجتمعات العربية، وخاصة ما يتعلق بقضايا المواطنة والعلاقة مع الآخر. تتضمن هذه الموسوعة الوسيطة 68 بحثاً تندرج في 8 فصول متكاملة تبدو في هيكلتها متحررة من التحقيب التعاقبي للحركات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية، لكنها في المضمون تراعي المقاربتين التزامنية والتعاقبية معاً، وتعتمد منهجية تخصيص أقسام متكاملة لدراسة التنظيمات والحركات التي نجحت في بناء فروع وامتدادات تنظيمية لها خارج الحدود، كالإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وجماعة التبليغ والدعوة والتيارات السلفية وتنظيم القاعدة. لدى النظر من النافذة فلا بد من مشاهدة التراب والشجر. الجو يكون لطيفاً، وهناك نهر صحي ورائع يسيل من هناك من قريب. الإنسان عندما يملك معتقداً وإيماناً راسخاً في قلبه، وبالنظر إلى التوازن بين الإنسان الطبيعي وبين الأشياء، فإنه يضع رأسه على مخدته مطمئن البال، لا تزعجه الأقدار، فيكون قريباً من الطبيعة التي لها قوة في طرد كل الكوابيس. جاهد ظريف أغلو. سنتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع مع ضيفنا الباحث والكاتب مصطفى أرمغان، ليحدثنا عن مغامراته مع الكتابة وعن الأعمال التي قام بها. هل يمكنكم أن تحدثونا عن حياتكم مع الكتابة؟ أنا من مدينة أورفا، ولدت في بلدة جزرة التابعة لمدينة شرناق، والتي كانت تابعة لمحافظة ماردين في تلك الفترة. انتقلنا كأبناء كل الموظفين مع آبائهم، حيث تتطلب ممارسة مهنتهم، فانتقلنا إلى مدينة غازي عنتاب، ثم إلى بورصة، ثم أقمنا بإسطنبول. مررت بمرحلة تعليم عادية طوال كل هذه الفترة. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة بورصة، وقضيت أجمل مراحل طفولتي وشبابي فيها،
وبعد 15 عاماً اتجهت إلى اسطنبول لأكمل دراستي الجامعية هنا. كنت أتابع في فترة الدراسة بشغف قراءة الكتب، وكانت اهتماماتي تزداد يوماً بعد يوم نحو الأدب والفن وكل الكتب التي تتعلق بالفكر والأدب وأنا في مدينة بورصة، لأبدأ رحلتي الطويلة مع الكتابة في اسطنبول. كان يجب علي أن أكتب بداية أعمالي في بورصة. أعتقد أن بداية كتاباتي كانت في 17 من عمري في أحد الجرائد التي كانت تسمى بجريدة مرمرة حينئذ، واليوم قمت بتأليف حوالي 50 كتاباً. أقوم باختيار المواضيع التاريخية على الأغلب في الكتابة، وأحاول في معظم كتاباتي التخلص من أزمة الهوية وإيجاد حلول لها في معظم الأوقات باستخدام بعض النصائح، وخصوصاً للشباب، فإنني بهذا أخاطب الشباب الصغار والذين يملكون ذهناً شاباً أيضاً. السن الذي أتحدث عنه هو السن الذي يمتد من 12 إلى 80 و85 عاماً، فمخاطبتي للبالغين في العمر أيضاً شيء مشرف بالنسبة لي. ما هي علاقتكم مع القراء الذين لهم شغف في المواضيع التاريخية؟ إن تركيا كجميع الدول الإسلامية قد سقطت في مشكلة الهوية في القرن 19، ولم يمكن الهروب من هذه المشكلة، وقد تكون هذه نتيجة الرياح الغربية التي هبت إلينا. حدثت هناك مواجهات واضطرابات، وبعد هذه الضربة أردنا أن نكتشف أنفسنا والتعرف عليها من جديد، وبالإضافة إلى إعادة اكتساب ثقافتنا قمنا بتعلم الثقافة الغربية وقيمها، وقد ازداد اهتمامنا تجاهها فاعتبرناهم متقدمين وشاهدنا أنفسنا متخلفين. كل هذا ترك جرحا عميقا في ثقافتنا في بداية عهد التنظيمات، وحتى في يومنا هذا فهناك جيل من الشباب الذين لا يثقون بثقافتهم وبأنفسهم ولا يؤمنون بقدراتهم، يرون في الغرب التطور والتقدم والحداثة ويريدون أن يقلدوهم رغم أنهم لا ينجحون في تقليدهم، فيحاولون الركود وراء مغامرات خيالية لا يستطيعون الوصول إليها. ولتخلص المجتمع من هذه الآفات وإعادة اكتسابه من جديد، يقع على عاتقنا تنويره وتحمل كل المصاعب والمحن في سبيل هذا. فقد حاولت هذا في الأدب والثقافة والعلوم المدنية وفي الكتب التي قمت بتأليفها. صحيح أنني قمت بتأليف كتاب حول بورصة، ولكنني استطعت أن أواجه المجتمع في العديد من الملاحم التاريخية. قد يكون سبب نجاحي في مجال كتب التاريخ هو تقارب نظرتي لنظرة المجتمع، وقد يكون أن أقوالي التي كتبتها في هذه الكتب تتوافق مع ذاكرة المجتمع. كتبت العديد من الكتب في مجال التاريخ، ولكني بطريقة مختلفة أقوم في معظم أعمالي بإظهار فعاليات بخصوص التاريخ، وأجعل الناس يفكرون بها وأفكر أيضا بها. إن أول من اكتشف قبائل الفيكينج وقام بتدوينها هو ابن فضلان. قد تتساءلون لماذا تتحدث عن هذا الموضوع؟ أستطيع أن أقول لكم بمختصر الكلام أن التاريخ الإسلامي الذي انبثق من القرن 17 كم هو مليء بالمعارف التي شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ العالم، ليبعث بإشراقاته على الشرق والغرب على حد سواء، وليظهر لنا ويعلمنا أنها قوة خارقة لا تشبه أي من العلوم. ولكن في عام 1924 وفي ثلاثينيات القرن الماضي قد تم محاربة الحضارة الإسلامية لتفقد أهميتها وتسقط من أعين الجميع بأعمال مقصودة كي نصل إلى الحالة التي نحن عليها الآن. فتمت لقاحات مغيبة عن الواقع والحقائق على تاريخنا من قبل الغرب، ليقوم هؤلاء الغربيون بكتابة تاريخنا والتاريخ العثماني من جديد. فنقرأ ونستمع إلى تاريخنا مع الأسف الشديد من الغرب الذي كاد يسعى جاهدا إلى تشويهه وتشويه صفحتنا التاريخية، فنقوم بتوجيه اتهامات ظالمة لتاريخنا المشرف ونهين أجدادنا على الرغم من الإنجازات التي حققوها، فنصدق ما كتبه الغرب ونكذب ما فعله الأجداد من بطولات. إن بعض الواهمين عندما يروعهم فساد الحكم وشرور المجتمع فيذهبون إلى الدين يطلبون الحل لما يعانون من أزمات معنتة، ربما توقعوا أن يمدهم الدين ببرامج مفصلة وشروح دقيقة لما يقع ولما يتوقع من طغيان، وما دروا أن الظلام الضارب في كل أفق
يرجع إلى تجاهل وصية بديهية من وصايا الدين أو الخروج على تعليم واضح من تعاليمه، وأن الأمر لا يتطلب فلسفة ولا بسطا لآراء ولا ترديدا لمذاهب مقدار ما يتطلب التقييد التام بما فرضه الدين في ناحية ما من النواحي التي طرقها الإسلام والاستبداد السياسي. يعد هذا الكتاب من آخر كتب الشاعر العظيم علي إمرة الذي نشر العديد من كتبه الشعرية ليكون من شعراء الشعر الحر، فقد تناول الكاتب مشاكل الشعر بلهجة انتقادية كما قام بانتقاد الشعر التركي الحديث في عمله هذا. وعلى الرغم من موقعه من الشعر إلا أنه ينظر إليه بعين الشعب وعامة الناس ليتناول في أشعاره العديد من المواضيع منها العدالة والأخلاق. يقول المؤلف في معرض حديثه عن الكتاب والتعريف به: ينتسب هذا النص إلى الحراك المجتمعي الراهن الذي يعيشه أكثر من بلد عربي منذ نهاية عام 2010. هذا الانتساب أولاً هو بسبب طبيعته لجهة كونه نصاً هادفاً إلى المساهمة معرفياً في مسار التغيير الحاصل باتجاه الأهداف العامة المعلنة لهذا الحراك الثوري والمعبر عنها بالشعار المشترك للتحركات، وهو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي نرى فيها بديلاً ونقيضاً لنمط الدولة الغنائمية في بلداننا، وبثلاثية الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي هتفت بها كل الحناجر من المغرب إلى اليمن، مستخدمة أحياناً المفردات نفسها دون تعديل. والانتساب ثانياً لأن فيه صداً لنقاشات وحوارات جرت مع ناشطين في الحراك من شباب الثورة في أكثر من بلد عربي، لا سيما مصر وتونس واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان. والدو، لماذا أنت لست هنا؟ اسمت أزال. هذا العمل يشرح لنا حياة كاتبنا اسمت أزال خطوة بخطوة ليأخذ اسم عمله هذا من القصة التالية، حيث يلفت كاتبنا هذا إلى القصة التي دارت في أمريكا اللاتينية ليتحدث لنا عن هيمنة وظلم القوات الأمريكية على المكسيك وما قامت به من حروب هناك لتقوم بجبر الناس على دفع الضرائب. فيقف هنري ديفيد توماس بوجه هذه الموجة الظالمة ويقول قولته المشهورة: أنا لن أدفع الضرائب لأجل شراء السلاح بها وقتل الأبرياء. فيرفض دفع الضرائب ويسجن بعد ذلك. وعندما يعرف صديقه رالف والدو إميرسون ذلك، يأتي لزيارته في السجن فيسأله قائلا: هنري، لماذا أنت هنا؟ فيجيب هنري قائلا: وأنت لماذا لست هنا يا والدو؟ فالمغزى من هذا السؤال بالأساس هو لماذا السكوت عن الظلم وعدم الوقوف في وجهه؟ ولماذا السكوت والخنوع لكل ما تأتي به الأنظمة؟ فالمجتمع يجب أن لا يقبل الخنوع والرضوخ للأنظمة الحاكمة دون مساءلتها. فهذا العمل هو حكاية تحمل عبراً كثيرة عبر التاريخ. فكاتبنا اسمت أزال هو شاعر ومفكر أيضاً، فيجعل أفكاره البراقة في أشعاره كما يظهر هذا في أشعاره. فخبرته في الكتابة والشعر جعلته يتعمق في محيط أفكاره ويظهرها لنا بشكل خاص، فكل سطر أو جملة تقرأها تجد فيها عبراً ومعان مختلفة. فكاتبنا بدأ حياته مع الكتابة عام 1963، ونشر أول شعر له في أحد المجلات في ذلك العام، وبعد ذلك نشر أول كتاب له عام 1966. وفي هذه الفترة تجاوز الكاتب المشاعر الفردية ليتحول إلى المشاكل الاجتماعية ويتناول المجتمع ويخاطبه، فحاول تنوير المجتمع من خلال ما كان يمتلكه من الأفكار الاجتماعية في علم الاجتماع، فيبدأ في رحلة البحث عن نفسه حتى يصل إلى الميناء الأخير، ألا وهو ميناء الدين الإسلامي، فيلتجئ إليه ويحتمي به ويعده المنقذ الوحيد من كل ما يتعرض له من مشاكل ومخاطر، فينتقل بعد ذلك إلى إنسان منفتح ومعارض كل ما يتناقض مع الحقيقة والمصالح الاجتماعية.
ليس هناك من ينتمون لداخل قطعة الوقت الرائع ويرغبون في تغيير هذا الوقت إلى الماضي أو المستقبل، فهم لن يستطيعوا أن يعيشوا كل هذا ليتركوا صحوتهم ويتركوا ظل الوقت الحاضر ليبقوا مخدرين في واقعهم هذا. اسمت أوزال. إن جزيرة كريت التي تعد من أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط قد انضمت إلى أراضي الدولة العثمانية عام 1645، وبعد قيام العثمانيين بفتح هذه الجزيرة تم نقل الثقافة التركية والإسلامية أيضاً إليها. وعلى الرغم من تنوعها الطبيعي إلا أنها تضم العديد من الثقافات المختلفة والمعتقدات، فتجتمع تحت سقف واحد لتعطي منحاً جديداً للأدب والفن والحياة الثقافية. هذا العمل الذي قام بكتابته سلامة شمشيك يجعلنا نتعرف أكثر على تأثير الثقافة الصوفية على هذا المكان من خلال البحث الذي قام به حول الجزيرة، ليكتشف من هناك تأثير الثقافة الصوفية أيضاً في وسط هذا التنوع الكبير. صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب الديمقراطية المتعثرة، مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية. يبحث هذا الكتاب في حصيلة الحراك الذي شهدته البلدان العربية واستطاعت إسقاط أنظمة الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، في حين أدخل المغرب في مسار إرادي للإصلاح في ظل الحكم القائم. كما يحلل الكتاب ويناقش الدساتير والمؤسسات الجديدة التي كان من المفترض أن تؤسس أنظمة حكم ديمقراطية في هذه البلدان، غير أن تطورات الأحداث فيها شهدت انتكاسات بات من الصعب معها الحديث عن تحقيق إنجازات مأمولة. ساهم في هذا الكتاب نخبة من الباحثين العرب المتخصصين في حقول مختلفة من العلوم السياسية والاجتماعية الذين نجحوا في تقديم قراءات جديدة للثورات العربية لم تقتصر على تفسير أسبابها وظروفها التاريخية، بل أجرت تقييماً نقدياً لمسارها الانتقالي بعد مرور نحو 3 سنوات على انطلاقها. أورهان باموك ولد في إسطنبول عام 1952 وحصل على جائزة نوبل للأدب عام 2006، فهو أول كاتب تركي حصل على هذه الجائزة. تم ترجمة أعماله إلى 60 لغة ونشرت في أكثر من 100 دولة. تبدأ حياته مع الكتابة عام 1974، فتتناول رواياته التي تحمل عنوان جودة وأبناؤه الحياة التركية الحديثة بنظرة أحد العوائل الثرية. نشرت هذه الرواية عام 1979، وحصل من خلال روايته هذه على جائزة أورهان كمال للروايات، فحصدت أعماله ورواياته التي قام بتأليفها لاحقاً العديد من الجوائز، وخصوصاً الجوائز الدولية، مما جعلته مشهوراً ومعروفاً في كافة أنحاء العالم. وازدادت شهرته بعد كتابه البيت الصامت عام 1984 والقلعة البيضاء عام 1990، فعمله الذي نشر عام 1998 والذي يحمل عنوان أنا اسمي الأحمر ترجم إلى 4 لغات، كما أن روايته التي تحمل اسم الثلج والتي تتحدث عن المراحل السياسية التي مرت بها تركيا قد نالت جائزة أفضل 10 كتب لعام 2004 في أمريكا. ففي تركيا عندما نتحدث عن مذهب ما بعد الحداثة فإن أول اسم يأتي على مخيلتنا هو الكاتب أورهان باموك، فيسرد رواياته بخيال واسع عميق وبعبارات مجازية مزينة، كما يسرد الأحداث وكأنه قام بأدق الحسابات ليتوقف على كل تفاصيلها ويتناولها بدقة وعناية. من أهم أعماله الكتاب الأسود، الوجه الخفي، الحياة الجديدة، إسطنبول، الذكريات والمدينة، فتتلذذ من عباراته ومعانيه الرقيقة لدى قراءتها. حمل أحد الكتب في جيبكم أو حقيبتكم، وخصوصاً عندما تكونون حزينين
فهذا يعني أنكم تحملون سعادة لا متناهية في جيوبكم وحقائبكم، ويحملكم هذا إلى عالم آخر تسعدون فيه أكثر. أورهان باموك. النجح الذي يعد من أحد المتصوفين يقوم بانتقاد من خلال طرائفه الجميلة، ولكن بأسلوب جميل وظريف. فهو من أحد الأولياء الصالحين الذين استطاعوا أن يدخلوا كل القلوب، والسبب الرئيسي الذي جعل الناس يحبونه أكثر فأكثر هو أسلوبه في سرد أفكاره وحكاياه بلغة بسيطة ومفهومة من قبل الجميع. وبهذا استطاع أن يحافظ على مكانته ليكون شخصية محبوبة من قبل الجميع ويلاقي التقدير إلى يومنا هذا. تستطيعون أن تشاهدوا العبر الجميلة في حكاية وقصص جحا في أسطر وصفحات هذا الكتاب، فهذه الإرشادات والحكم توجهكم وتستطيعون استنتاج العديد من الدروس الحياتية منها. كتبت رنا محمد نزار في معرض حديثها عن هذا الكتاب: كتاب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية للأستاذ أحمد طلال عبد الحميد. وتأتي أهمية هذه الدراسة في استعارة وتطويع الكثير من القواعد والمبادئ المعمول بها في القانون الخاص، ومن ثم إعادة توظيفها في مجال القانون العام. وقد أشاد الكاتب من خلال دراساته بأنه قد انطبع النمط الكلاسيكي أو التقليدي في إعداد البحوث وعرض المعلومات وتسلسل الأفكار، إلا أننا عندما نرى المضامين التي تستتر خلف هذه العناوين سنجد أنها تحمل بين طياتها وسطورها طرحاً فكرياً فلسفياً لمشكلة يسعى الباحث الوقوف عليها. كما نوه إلى أن مشكلة البحث تتعلق بآثار وامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة على التوازن المالي والاقتصادي للعقد الإداري، وتأثير ذلك في المركز القانوني للمتعاقد مع الإدارة. وتقع الدراسة في 4 فصول رئيسية. تناول الفصل الأول التعريف بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، في حين جاء الفصل الثاني ليتناول التعريف بالعقد الإداري ومعايير تمييزه عن العقد المدني، والفصل الثالث يدرس امتيازات السلطة العامة الخارقة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. أما الفصل الرابع والأخير فقد خصصه لدراسة ضمانات المتعاقد مع الإدارة تجاه سلطات الإدارة الخارقة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. نتابع حديثنا مع ضيفنا الكاتب والباحث مصطفى أرمغان. ما هو الهدف من كتابكم الذي يدور حول الفكر والتاريخ؟ وما الغاية في اتخاذ هذا المنحى؟ هل تقصد كتاب الإمبراطورية المباع؟ ذاك الكتاب والعديد من المجلات التي قمت بإصدارها والتي تتعلق بتاريخ الدولة العثمانية، مع أخذ بعض المواضيع عن تاريخ العالم أيضاً. قمت فيها بعرض بعض المشاكل التي تعرضنا لها في التاريخ القريب وماهيتها، لأقوم بمراقبة كل هذه التطورات وإظهارها بالحقائق والوثائق، وخصوصاً في كتاب الإمبراطورية المباعة. ركزت بشكل أساسي على اتفاقية لوزان لأقوم بشرح كل ما جرى من سلخ المجتمع عن هويته وجعله يتخلى عن ذاته وبنيته ويفقد حدوده وأراضيه. ولم يكتفوا بكل هذا، بل قاموا حتى بتخريب ذهنه وتغيير وجهة تفكيره تماما. كيف أنهم زرعوا الفتن؟ قد تتساءلون، هل تروي لنا كل هذا على شكل حكاية أم تستند في كل أقوالك على أساطير حقيقية؟ قمت بتحليل الواقع فاكتشفت أنهم حاولوا بكل ما لديهم لإظهار الدولة العثمانية كدولة قومية ليقوموا بكسر وتحطيم كل شيء. ولم يكتفوا بالتحطيم والتخريب فحسب، بل قاموا بقلب كل الحقائق رأسا على عقب، وقاموا بطرح الأكاذيب على مرأى العين. وأنا لاحظت هذا جيدا من خلال تحليلي للواقع، ابتداء من تغيير الأحرف التركية من العربية إلى اللاتينية، وحتى عمل الهياكل. فتستطيعون أن تشاهدوا العديد من الحقائق وكيف أن الدولة العثمانية كانت أسطورة العصر، لتشاهدوا العديد من الأمثلة وأنتم تتصفحون هذا الكتاب. هل هناك بعض الأعمال بترجمتها للعربية؟
تفيد القارئ العربي أيضاً كما تفيد القارئ التركي. تم ترجمة كتابين من كتبي إلى العربية، والثالث أيضاً على طريقه للترجمة. أعتقد أن كتابي الذي يحمل عنوان عبد الحميد والرقص مع الذئاب قد تم ترجمته للعربية من قبل إحدى دور النشر في بيروت، وقد تم ترجمة المجلدين أيضاً. وقد لاحظت أنه يباع في إحدى المتاجر في المطار، ويتم الآن ترجمة كتاب تاريخ ما هو مخفي في حياة العثمانيين للعربية، فهو يتحدث عن حياة السلاطين الخاصة. فنحن أولاد ثقافة ودين واحد، ولم تحدث أي مشكلة بيننا. نحن أخوة وأولاد أمة واحدة، فقد حدثت مشاكل عديدة بين أنظمة الحكم في بلادنا، وعلى الرغم من هذا فلم تحدث مشاكل بيننا كأفراد ومجتمع. وسبب هذه المشاكل كلها هي اتفاقيات غربية صنعها الغرب وحلفائه، كاتفاقية بريست ليتوفسك وسايكس بيكو التي قسمت المنطقة التي كانت تحكمها الدولة العثمانية إلى دويلات صغيرة، وقاموا بتقاسمها فيما بينهم ليجعلوا شعوب المنطقة في صراعات دامية. فنحن نحاول أن نوضح هذا وننهي كل الخلافات والأكاذيب التي قيلت عنا. لقد قاموا بزرع الفتن بيننا، حيث قالوا لنا إن العرب خانوكم وقاموا بطعنكم من الظهر، بينما قالوا للعرب إن الأتراك كانوا ظلاما ومستبدين ليكذبوا على الطرفين. كيف يطرحون كل هذه الأكاذيب؟ إنهم قاموا بوضعها في الكتب المدرسية، فيعتقد الناس أن كل هذه الأقاويل حقيقة. ولكن الآن انكشف الستار عن تلك الأكاذيب وأصبح الناس يكشفون. سنعود بعون الله عز وجل كبنيان مرصوص وكجسد واحد، وأعتقد أن أواصر هذه الأخوة ستزداد يوما بعد يوم. إن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال، لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيداً من القيم يسمح له بالقيادة. لابد من قيادة تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي، وتزود البشرية بقيم جديدة كاملة بالقياس إلى ما عرفته البشرية، وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في الوقت ذاته. والإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج. سيد قطب، معالم في الطريق. آه يا أندلس. إحسان ثريا صرمة. البروفيسور الدكتور إحسان ثريا صرمة يعد من أكثر الباحثين تعمقاً في أبحاثه، كما أن عدد أبحاثه وكتبه قد وصلت إلى 30. ساهم بشكل كبير في زيادة الشعور الإسلامي، وهو من أهم الأكاديميين في هذا الخصوص. نشر العديد من مقالاته في العديد من الصحف والمجلات حول مواضيع شتى ومختلفة. ومن خلال كتابه آه أيها الأندلس يقوم بفتح باب حضارة الأندلس من جديد، ليجعلنا نعود إلى ذلك التاريخ العريق، تاريخ الحضارة الإسلامية. فيتناول هذه الحضارة التي نشرت في أوروبا العلم والنور وجعلتها على ما هي عليه اليوم، من خلال ما قدمته لها من ثقافة وحضارة متطورة على طبق من ذهب. كما يتناول الكتاب أيضاً الوجه المظلم في هذه المنطقة، وما تعرض له المسلمون من ظلم وقهر بعد انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس. فالكاتب يسرد كل هذه الأمور بعد قيامه بزيارة إلى الأندلس والتقاطه صوراً من هناك، فهو في ماهية الكتاب المفقود بالنسبة للإخوة العرب. إن المجتمع المستهلك لا يلتفت إلى الشعر، بل يلتفت حول استهلاك الآلات واستخدامها، فقد سقطت أهمية الكلمات وتجاوزت العين الأذنين. مصطفى قتلو.